مدينة الداخلة في ثاني أيام عيد الأضحى. مصالح النظافة التابعة للمجلس البلدي وضعت خطة متكاملة لتدبير نفايات العيد، الأمر الذي حد من أي تراكم لمخلفات هذا اليوم وأعاد للمدينة صورتها النظيفة. تبارك الله، حاسنين على الخدمة ديالهم ومزيان تبارك الله، والناس هما اللي السكان هما اللي هذاك الشيء تنظف تنظف زين مزيان، ولكن هي متنظفة الروس داخل منظفة نظيفة تبارك الله، لا كتجبرنا وسخ ولا كتجبرناش. الحمد لله هاد العمال النظافة كيقوموا بالواجب ديالهم، قايمين بالواجب ديالهم، أصحاب الإنعاش كاملين. المداومة يوم أمس وتحديد النقاط السوداء بالمدينة مكنت مصالح النظافة من تدبير ومعالجة نحو 270 طنا من النفايات يوم العيد. كيتم إعداد واحد الحفرة خاصة بجمع النفايات الخاصة بأيام العيد بالمطرح العمومي الساعة 4 صباحا إلى 7 صباحا، اللي كان نتمو من خلالها نقل جميع المخلفات الموضوعة في النقاط السوداء، إفراغ جميع الحاويات، نقل النفايات المتواجدة بنقط بيع الماشية، بيع مستلزمات العيد. مناسبة عيد الأضحى فرصة للوقوف على المجهودات التي يقوم بها عمال وعاملات النظافة الذين يداومون الليل بالنهار من أجل بيئة سليمة، لكن النظافة تبقى مسؤولية الجميع.